في هذه الحلقة من السياحة في الصين نستكشف مدينة شوانشانغ في مقاطعة أنخوي. نقترب من حيوان ذي أسنان حادة، نتذوق بعضا من الخمر الصينية، ونتجول في الجبل الذي جذب إليه النخبة عبر العصور. تزيد سرعة القطارات السريعة عن 300 كيلومتر في الساعة. نستطيع أن نسافر من بكين إلى جنوب أنخوي في حوالي 4 ساعات. تقع شوانشانغ في جنوب شرق أنخوي مجاورة لنانجين وخانجو. تعتبر المدينة مدخلاً برياً من المناطق الساحلية، وتدخل في نطاق ما يعرف بإقليم جانان الذي يعني اسمه جنوب نهر يانزو. إنه جزء من الصين معروف بغنائه بالمناظر الجميلة وكذلك بميراثه الفني والثقافي. يتمتع أهل شوانشانغ بأسلوب حياة ذي إيقاع بطيء يتميز بالسعي وراء التقاليد والدراسة. وفي الصباح الباكر ممارسة التايتشي ما هي إلا إحدى الأنشطة الاجتماعية الشائعة. ولا يقتصر هذا الهدوء والحالة التأملية على ساعات الصباح، بل يمكنك الشعور بذلك في جو المدينة طوال اليوم. So here in Shuangzhou, which is the main city area of Shuangchang, and compared to other Chinese cities, it's quite small. Just under a million people live here, and you really get that sense walking down the street this morning. It's the busiest time of the day, yet it's quite comfortable and still quite calm. نلاحظ الفرق الكبير بين إيقاع الحياة هنا والإيقاع السريع الذي تجده في مدن صينية أخرى، وأتساءل إن كان المناخ شبه الاستوائي الدافئ يلعب دورا في ذلك. وكما سنرى في وجهتنا التالية، لا يتمتع بهذا الإيقاع البطيء أهل شوانشانغ فقط، بل أيضا كل الكائنات الحية خاصة التماسيح. وأفضل مكان لرؤيتها هو المحمية الطبيعية الوطنية لتماسيح نهر اليانزا، والذي يعد من أشهر الأماكن السياحية في شوانشانغ. Oh, if you look behind me, there is definitely no shortage of scaly creatures here. This, in fact, is the nation's biggest reserve for the preservation and breeding of the Yangtze alligator. And that's because the alligator is one of the 10 most endangered species here in China. يعتبر التمساح أحفورة حية لأنه عاش في نفس العصر الذي عاشت فيه الديناصورات قبل 200 مليون سنة. عاش في السابق على طول نهر يانزا، ولكن نظرا للتوسع في الزراعة والصيد أصبح موجودا فقط في جنوب أنخوي منذ عام 1970. مناخ الإقليم الحار الرطب بالإضافة لوجود المستنقعات الشاسعة يوفر مكانا مثاليا لمعيشته. كما تعتبر المحمية مكانا ممتازا لرؤية التماسيح عن قرب، عن قرب حقا. You know when you find yourself in certain moments that you never foresaw in your life? This is definitely one of those moments for me. This is a little baby Yangtze alligator. 他都到了。这手拿得真好。这样。死板拉开。<laughs> He looks so docile. Gosh. This is one prepared earlier, evidently. A fully grown adult Yangtze alligator.
seems to be making an awful lot of noise at the moment. Well, one day you're going to grow up to be that. But for now, I'm glad that he's this size because there's no way I could get close or even quite intimate with an alligator otherwise. ربما من الأفضل ألا أبقى أطول من المدة المرحب بي فيها. أذهب لمقابلة شيا تونغ شونغ الذي يأخذني لرؤية أراضي المحمية الواسعة، رغم أن آلاف التماسيح تربت هنا. يخبرني السيد شيا إنه ما زالت توجد تماسيح برية هنا أيضا، وفي الواقع أن التماسيح التي تكاثرت هنا بنجاح هي من سلالة تماسيح برية جاءت من نفس المستنقعات. 还有那个野生鳄鱼就在这儿嘛，我们自然的野生鳄鱼，野外还有，我们这地方是这地方一部分的鳄鱼就是等于是我们镇的一万五千条人口繁殖鳄鱼的祖宗，当时有340条，这帮鳄鱼现在已经过了繁育的年龄，已经不繁育了，我们是从其他地方迁移过来的，迁到这个地方来保护起来，我们保护区总共是18000公顷，平方公顷。 تماسيح يانغزي ليست الكنز الوحيد الذي سنراه في شونشونغ اليوم. نبتعد عن المسطحات المائية ونتعمق في الريف، حيث يستعد القرويون لخواغوشي أو لعرض أوبرا طبل الزهور. 哦、I love the atmosphere backstage of any performance, but it's also kind of more special when we're here in the countryside. This whole presence of this company creates this really fair-like atmosphere, and right now they're getting ready for a very special traditional huaguxi, a very traditional local opera performance. 因为呢，我是79年下半年我就成立了一个花鼓戏剧团，因为花鼓戏现在国家剧团解散了，就是唯一的全程是青年花鼓戏剧团在顶着，因为年龄大了嘛，儿子出来顶替了，生子也出来，一年在外面呢有10个月，场次呢也500多场，也是最少不低于450场。 يرفع الستار وفجأة تضاعف عدد الحضور وتجمعت المئات من المشاهدين، وبعضهم أحضر مقاعد من أجل مشاهدة العرض الخاص. 古人都说明，我们那古人命上三点子都是尼采。 الخاصة بجنوب أنخوي، وهي تعتبر إرثاً ثقافياً معنوياً، وفي الواقع هذه هي آخر فرقة متخصصة في هذا النوع من الأوبرا، وما زالت موجودة حتى اليوم. يقدم هؤلاء المؤدون تضحيات مذهلة، التنقل في معظم شهور السنة والعيش في ظروف صعبة، كما أن الأجور متواضعة ويتمتعون بالقليل من الخصوصية. قد يكون دافعهم الأساسي هو مجرد التعلق بهذا الشكل الفني القديم والذي يظهر في هذه الوجوه البشوشة، ومن المؤكد أن الفن يصعب تسعيره. لاحقاً في السياحة في الصين، نقابل رجلاً استثمر حبه لفن الدمى ليبدأ مشروعاً مثيراً، كما نكتشف بالصدفة مزاراً مقدساً.
في هذه الحلقة من السياحة في الصين نستكشف مدينة شوانشانغ في مقاطعة أنخوي، نقترب من حيوان ذي أسنان حادة، نتذوق بعضا من الخمر الصينية، ونتجول في الجبل الذي جذب إليه النخبة عبر العصور. في اليوم التالي اتجهنا ناحية الجنوب الشرقي لنشاهد مدينة قديمة مميزة. Well, this is Shuidong, one of the most important cultural towns here in China. It's more than 1,000 years old, and though it looks pretty quiet at the moment, during the Ming and Qing dynasties, this place was booming with trade. Merchants from all over China would come here to trade in different resources, specifically the candy date. That is very famous in this area, and it's the reason why this town is called the most sweet ancient town in China. بينما تم تجديد العديد من مدن الصين القديمة إلى الحد الذي يجعل التعرف عليها صعباً، احتفظت شويدونغ بشكلها الأصلي. عاشت العائلات هنا جيلاً بعد جيل، وورث العديد من السكان التجارة التي مارسها أسلافهم، كصناعة الأمشاط التي تتم صناعتها من الخشب المأخوذ من نفس الشجرة التي أكسبت المدينة شهرتها، شجرة البلح الصيني. Now this is what Shuidong is best known for, these candied dates. Now the dates themselves are grown in the local mountain range, and today they're prepared in many, many different ways. But my favorite and the most traditional way it's prepared is in these two jars here. Now merchants have been trading these sweet treats for hundreds of years, and the reason, well, to find out the reason for that, you'll just have to taste it. Oh, if you can't, I can taste it for you. Now look at this. Preserved and covered in sugar. And tasty and sweet, but not too sweet. An ideal street snack, I think. شويدونغ هي مدينة وسط الماء، والكثير ممن أتوا إلى هنا في الماضي وصلوا عبر هذا الحوض الصغير. اليوم هو منطقة هادئة يتم فيه غسل الملابس، ولكن في عهد مملكتي مين وتشينغ كان مدخلا مهما لمركز تجاري مفعم بالنشاط، وما زال يمكن العثور على آثار من ذلك العهد اليوم. Well, this may look like just another old home, but actually it's one of the most important old structures here in Shuidong. It was once a hotel called Sicaihe, and all the merchants who would come to this town would stay here. And at its peak, it accommodated about 200 different people. بالطبع هناك ما هو أكثر من المباني لنراه في شويدونغ. وجدت هذا المتحف والفندق عندما كنت أتمشى في شارع المدينة الرئيسي. معظم ما به يتعلق بفن دمى الظل التقليدي بجنوب أنخوي، يرجع تاريخ هذه الحرفة إلى بدايات عهد مملكة تشين، فقد أحيت مسرحية الظل القصص التقليدية لأكثر من 400 سنة. وبالنسبة لخاز خوا، يعتبر هذا المتحف ومجموعة الدمى الكثيرة به مجهود العمر كله، كما أنه إرث عائلي قام بتأسيسه في عام 2010 حتى يشارك الآخرين حبه لمسرحيات الظل أثناء استضافة السياح. 楚霸王的，我现在呢就是说画一个样，我要把这个楚霸王的皮儿给它刻下来。嗯，现在是师傅，现在有多那么多的青年人做这个吗？嗯，现在一般的会做的都是老艺人，现在年轻人吧，他做这个都做不下来了，因为做这个需要很长时间的耐力。你做一个皮儿吧。 سيعطيني السيد خا درسا في هذا الفن القديم، وهو أمر أفتخر به حيث أنه أستاذ كبير في هذا الفن ويمتد في عائلته لتسعة أجيال.
Okay, so just to control the body, two hands. Back. 你看，首先人物要走路，你看，走啊，走到那边，可以走到那边去。 It's actually really hard to maneuver. 然后走到走到可以转身。 弯腰。 还有低头。好。害羞。 So, this is how she looks shy. 这两个走在一起了，就拥抱了。Oh, okay, we're gonna hug now. 好。 Fight. 打架。 好，在跳舞。 跳舞。 To dance. Woohoo. Gee, these puppets are super flexible, aren't they? And just playing with them and maneuvering their arms, which is sometimes getting stuck, makes me realize that they need to be made out of some really hardy kind of material. Otherwise, after one or two performances, they'll break. So they really are specially crafted. أدائي لم يكن رائعا، ولكن عندما يقوم بالأداء خبراء، شيء ما يأسرك وأنت تشاهد هذه الدمى تتحرك من خلف الشاشة. ويمكنك أن تفهم لماذا يقال إن من فن دمى الظل بدأت صناعة الأفلام. وأنا أستكمل استكشافي لشويدون. أجد موقعا يفوق توقعاتي، كنيسة كاثوليكية تعد واحدة من الكنائس القليلة الموجودة بالإقليم، وقد بنيت قبل 140 عاما. صممت بشكل يتبع مقاييس المعمار الأوروبي في القرون الوسطى، آخذة في الاعتبار خصائص أنخوي المميزة. إنها فارغة الآن، ولكن قيل لي إنها تستضيف الكثير من الأنشطة الدينية، ليس فقط لمن يعيشون في شويدون، بل لكل سكان الإقليم. This cathedral is not so dissimilar from many others in Europe because it was actually originally built in the 1870s by some French priests. And today it's maintained by a devoted group of local Catholics, and they come here regularly for prayers and mass. But during special occasions like Christmas Eve or Christmas Day, this church floods with up to 30 to 40,000 people from all over the region. You see, this is the second biggest cathedral in all of East China. كان المبشرون الكاثوليك نشطاء في أنخوي، جيجيانغ وجانسو في القرن التاسع عشر، فكان نشاطهم مركزا في مناطق التبادل الملاحي. بعد أكثر من قرن، ما زال المكان يلقى رعاية جيدة في الداخل والخارج. يعتبر التجول في الحديقة ملاذا لأي زائر بغض النظر عن دينه. لاحقا في السياحة في الصين، نتعرف على روح هذه المدينة القديمة، خمرها الشهيرة وجبلها الذي جذب شعراء صينيين على مدار العصور. في هذه الحلقة من السياحة في الصين نستكشف مدينة شوانشانغ في مقاطعة أنخوي، نقترب من حيوان ذي أسنان حادة، نتذوق بعضا من الخمر الصينية، ونتجول في الجبل الذي جذب إليه النخبة عبر العصور.
في الصباح نعود إلى مركز مدينة شوانشان لنزور أحد أشهر معالمها برج شياتشاو. تم بناؤه أول مرة في وسط المدينة في القرن الخامس بواسطة رجل حمل نفس الاسم. شياتشاو كان شاعرا مشهورا ومسؤولا في خدمة الإمبراطور، ولم يكن الوحيد الذي ارتبط اسمه بالبرج. لي باي شاعر مملكة تانغ الشهير تغنى به أيضا، وما زال شياتشاو يجذب إليه الشعراء لأن الشعر يعتبر جزءا من روح شوانشان. والشيء الآخر الذي أحبه لي باي هو الخمر المصنوع محليا، خمر شوان، التي لعبت دورا بنفس الأهمية في تشكيل هوية المدينة. لم أستطع مقاومة الرغبة في معرفة المزيد عنها، فتوجهت إلى المصنع الذي تنتج فيه. Even at just this fermenting stage, you can already smell that baijiu. بايجو هي خمر صينية تقليدية، إنها إحدى أنواع الخمور المقطرة مثل الويسكي والفودكا الأكثر شهرة. شوانجو البايجو المحلية تصنع من خليط من الحبوب المختلفة بما فيها نوع من القمح والأرز والشعير. تحتوي البايجو على نسبة عالية من الكحول، أعلى من مثيلتها الكورية سوجو أو اليابانية شوتشو، اللتين يكون تركيز الكحول بهما عادة من 20 إلى 40%. اليوم سأجرب كأسا قوية المفعول. This is not only the purest form of baijiu I've ever had, it's also the strongest, because as it comes out of this tube, nothing else has been added to it. So whereas a normal baijiu has 40% alcohol, this one has 60 to 70%. Now, it goes down very well. ليس من الصعب ملاحظة كيف أن العديد من الشعراء المشهورين استلهموا من وأحبوا الخمر المحلية، ولكن مصدر إلهامهم الأول كان شيئاً آخر، كان جبلاً. جبل جينتين الواقع في ضواحي المدينة الشمالية يعتبر أشهر مواقع الجذب في شوانشان. تكرر تصوير جبل جينتين في الفن والشعر الصيني، وبات يحتل مكانة ثقافية هامة، كما أن المعبد المبني على منحدرات جبل جينتين يشير لأهمية البوذية من الناحية التاريخية للمنطقة. Now, Xuancheng was actually one of the first regions in China to receive Buddhism, and where I'm standing is testament to that. Now, it may not look like much, but this is actually the ruins of an ancient Tang temple. If you look behind me, you'll see these twin imposing structures here. Now, they're very well preserved. You can see the detailing. You can even see the color. Now, it's so rare for buildings from that time to be so well kept, and it's quite a cultural treasure here in Xuancheng. لم يحب شخص في التاريخ جبل جينتين كما أحبه أيقونة مملكة تانغ الشاعر لي باي. جاء هنا 7 مرات في حياته وكتب العديد من قصائده المشهورة عن قممه الخلابة. اعتبر لي باي زياراته لهذا المكان استراحة رائعة من السياسة وحياة البلاط الملكي، وقال قولته الشهيرة إن جبل جينتين هو الشيء الوحيد الذي لا يمله الشخص أبدا. ولم يكن الشاعر الوحيد الذي وقع في حب هذا الجبل، فأكثر من 1000 قصيدة قديمة كتبت عنه عبر العصور، والمزيد ما زال يكتب عنه. Now, Jingting Mountain is actually revered as China's mountain of
poetry. And this is because through the ages, many iconic and famous poets came to this place seeking solitude and inspiration. And today in China, if you're a self-respecting poet, you will definitely make at least one trip here in your lifetime. So Qingting Mountain really does continue to have that elite literary status. وبالطبع ليس فقط رجال الأدب هم من ينجذبون إلى جينتينغ اليوم، فقد تم تحويله إلى منتزه بري قومي وتم افتتاحه للعامة في عام 2008. اليوم يقوم بزيارته المقيمون في شوانشانغ والأحياء المحيطة للاستمتاع بمناظر المدينة الخلابة. Now when you come to the mountain, it's only natural that you're going to get a bit thirsty, and so did they in ancient times, and luckily they had the spring to help them on that account, so that is why, ta-da, I've got my own handy bucket and rope. Now when's the last time you got water this way? That a very long time ago if you ever did. Now I'm just going to put it down in here, get the spring water. It's still clean and very fresh as it ever was. So people coming here today, those live at the foot of the mountain and those who work in this temple back here still use it as their source of water. And it's actually a very deep hole. When we were young, we used to think that from the west, if we dug a hole deep enough, we'd get to China. Perhaps if you fell in here, you'd end up somewhere in Europe. Just kidding. Ah, okay, I think I've hit the water. Oh, it's quite heavy. If you do this all day, you'd have quite a workout for your muscles. Oh, wow, and there you have it, some water. And I tell you what, after doing all that, you really deserve a cup of tea. اكتشفنا أن نوعاً خاصاً من الشاي الأخضر ينمو في جينتينغ. Wow. So this is actually the local specialty tea of Jingting Mountain, and it used to be gifted to the Ming and Qing Dynasty emperors. Now, this is called green snow tea because if you look closely at the leaves, there are flecks of white on it. And this tea is known for being light and fragrant, and this pleasant aftertaste lingers on long after you sip and enjoy it. So we've just about wrapped up our journey through Xuancheng, and I've realized that this is a city that really deserves closer inspection. On the surface, it's tranquil, it's enjoyable, and it's pleasant. But if you look deeper, you'll realize that this is a place that has profound cultural heritage. It's a place of pilgrimage for poets, and kind of like Wordsworth's Lake Windermere. And I think in the future, many more brilliant and creative minds will continue to come here from all over China seeking that special inspiration. Perhaps you should try it yourself one day too. This has been Travelogue, and I'm Katrina Yu. Thank you for watching, and I'll see you next time.